وانتقل الآن إلى موفد التلفزيون المصري من مدينة جدة السعودية علاء رشوان. علاء، أرحب بك. علاء، تحياتي إليك. نعم. زميلتي ليلى، وتحية أيضا لكل مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان. نعم علاء، يعني بالتأكيد نعم تابعنا فعاليات الجلسة الافتتاحية للقمة، لكن دعني أتحدث بداية عن اللقاءات المختلفة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش هذه القمة، اللقاءات الثنائية للرئيس. دائما ما تكون مثل هذه المحافل الإقليمية والعربية والدولية أيضا مناسبة سانحة للالتقاء بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والاطلاع عن قرب عن تقديرات السياسة الخارجية المصرية حيال الكثير من الأزمات والقضايا التي باتت تضغط على حالة الأمن والاستقرار في الإقليم العربي. نبدأ باللقاء الأخير الذي انتهى منذ دقائق قليلة، استقبل خلاله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر تواجده هنا في قاعة المؤتمرات بمدينة جدة سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. نعم. لقاء أخوي امتد لأكثر من 40 دقيقة، جرى خلاله التأكيد على بداية الترحيب بالسيد الرئيس وحضور مصر لفعاليات هذه القمة، والتأكيد على أهمية التنسيق والتشاور بين دولتين فاعلتين في المحيط العربي، مصر والمملكة العربية السعودية. جرى مناقشة وبحث السبل تسوية عدد من الأزمات التي تنخرط فيها في حلولها أو في التواجد في محاولة حلحلاتها كل من مصر والمملكة العربية السعودية. نتحدث هنا عن تحديدا عن الأزمة الأخيرة في السودان، خاصة وأن مصر والسعودية وجماعة الدول العربية أعضاء في لجنة الاتصال المشكلة للتوصل لحلحلة لهذه الأزمة. جرى أيضا استعراض الأوضاع في كل من اليمن وفي ليبيا، وأيضا الأوضاع الاقتصادية والسياسية في لبنان، بالإضافة إلى الجهود المشتركة بين الدولتين لمكافحة الإرهاب وتعزيز التنسيق والتشاور بين القاهرة والرياض في كل المحافل الدولية، خاصة فيما يتعلق بالحوكمة الاقتصادية وإصلاح المؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة أيضا إلى جملة من العلاقات التي تتعلق بتعزيز التعاون على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين. صباح اليوم استقبل أيضا السيد الرئيس التونسي قيس سعيد في لقاء امتد لأكثر من نصف ساعة، تبادل خلاله الرئيسان تنسيق وتعزيز التشاور بين البلدين حيال عدد من القضايا التي ترتبط بحالة الأمن والاستقرار في المنطقة. جرى التأكيد على أهمية حل الأزمة في ليبيا ومواصلة دعم الجهود الدولية والإقليمية في هذا الشأن. جرى أيضا التأكيد على دور مصر الهام كركيزة للاستقرار والأمن في المنطقة. وفي هذا الصدد ثمن الرئيس التونسي الجهود المصرية المبذولة في مجال الإصلاح الاقتصادي، وأيضا أكد على التجربة المصرية الاقتصادية بوصفها تجربة ملهمة. في هذا الصدد أكد السيد الرئيس على دعم مصر الكامل للشقيقة تونس في سعيها إلى إقرار التنمية المستدامة في تونس في المرحلة المقبلة. أعقب هذا اللقاء أيضا لقاء آخر استقبل خلاله السيد الرئيس رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، لقاء كان يدور في أجواء من الود والترحيب بمشاركة وحضور السيد الرئيس ولقائه على هامش فعاليات القمة في جدة. أكد خلاله رئيس الوزراء اللبناني على أهمية الاستفادة بالجهود والخبرات المصرية في المجال الاقتصادي لإعادة الإعمار وأيضا إعادة عملية التنمية المستدامة في لبنان، وأكد الرئيس السيسي على دعم مصر الكامل للبنان في مسيرتها للإصلاح الاقتصادي. وأيضا جرت مناقشة عدد آخر من القضايا التي ترتبط بملفات تتعلق بالأمن، مكافحة الإرهاب، الاستثمارات البينية، مكافحة الهجرة غير الشرعية وغيرها من الملفات. نعم ليلى. نعم، أشكرك شكرا جزيلا علاء رشوان، موفد التلفزيون المصري من مدينة جدة السعودية. شكرا لك.